التي من خلالها نعمل إلى تحقيق أهداف الجمعية الراقية إلى تطوير أساليب التعلم واستعمال وسائل التعليمية الحديثة والإسهام في خلق جو من التواصل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والأسرة والطفل من أجل التحسين والرفع من جودة التعليم والتعلم. وفي هذا السياق تم اختيار عنوان هذا اللقاء الذي من خلاله سيقدم الدكتور محمد عبيدي خبير لغوي ومدرب معتمد في التنمية الذاتية لدى جامعة الشعوب العربية، وأيضا أستاذ بالكلية متعدد التخصصات بالعرايش. وفي الأخير أجدد ترحيبي وشكري لكل من شرفنا بالحضور.